من الاخر ومن غير كلام كتير، يا ترى الكلمتين اللي ظهروا على الشاشه دول في فرق ما بينهم؟ اكيد في فرق في النطق اولا، لان ده مهم جدا وخطا شائع واغلبنا بيخطئ او بيخلط ما بينهم، وكمان في فرق في المعنى. تعال نبتدي مع بعض بالكلمه الاولانيه وهي dessert. dessert الفرق ما بين الكلمه الاولى والثانيه في الضغط على المقاطع. الكلمه دي من مقطعين والثانيه برضو من مقطعين. هنا الضغط على المقطع الثاني او الجزء الاخير في الكلمه، فبنقول dessert. dessert ومعناها حلوه، اوكي، او حاجه حلوه بناكلها او الحلويات عموما. بص dessert. dessert لكن الثانيه بتتنطق desert. desert الضغط هنا على المقطع الاولاني desert. desert 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 desert. الناس بقى اللي مستواها عاليه في الانجليش هتيجي تقولي طب خد بالك بقى، انا الكلمه الثانيه دي سمعتها برضو بتتنطق زي الكلمه الاولانيه بس بنفس الحروف بتاعت الكلمه الثانيه اللي هي الصحراء، يعني بتتقال برضو desert. طيب هنا بقى ده ايه؟ هنا بقى عاوزك تركز معايا، كلمة desert لما بيبقى معناها صحراء بتتنطق زي ما هي كده والضغط على الموقع الاولاني، لكن ممكن تيجي كفعل بمعنى يهجر او يترك وساعتها بتتنطق زي الكلمة الاولانية بس بنفس حروفها والضغط بيبقى على المقطع الثاني، فبنقول desert. desert لما اقول لك مثلا he deserted her يعني هو تركها ورحل عنها. He deserted her. أو he threatens to desert the project. يعني هو بيهدد إن هو حيرحل أو حيهجر المشروع ويسيبنا نحتاس. Okay? He threatens to desert the project. أتمنى ما أكونش لخبطتك بالمعلومة اللي في الآخر دي، بس الفرق ما بين الكلمتين في النطق واضح. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.